مساء الخير. اليوم من مطبخ زينة حضرت لكم وصفة كتير صحية بتلبق لكتير عالم عم يعملوا دايت، بتلبق للناس اللي بيعملوا رياضة، اللي بينزلوا على الجيم وبيتمرنوا بدون هذا النوع من الغذاء. اليوم أكلتنا هي راس نعناع. حابين تعرفوا كيف بنعمل الوصفة؟ خليكن معي. راس نعناع هي وصفة سهلة كتير، بس مكوناتها شوي دقيقة. يعني أنا اليوم عندي لحمة، بس هاي اللحمة لازم تكون هبرة، يعني اللحمة المخفوقة كتير منيح، اللحمة الحمراء. ما بيفرق إنه لحم عجل ولا لحم غنم، أنا اليوم مختارة لحم عجل. بدي كيلو هبرة، وبالإنجليزي للي عايش بأوروبا اسمها تارتار، فيكن تلاقوها من عند أي قصاب تطلبوها طلب. بدي لقلها، بدي حط لها معلقة كبيرة نعناع ميبس، رح ضيف لها كمان بهار نص معلقة بهار أسود مع ملعقة ملح. عندي هون تقريبا 4 معالق زيت زيتون، رح استعمل نصهم هلأ هون جوات اللحمة، والنص الثاني بعدين نشوف بدنا نستعملهم للصوص. هيك صار نصهم. بالعادة بنحط لها الكعك المطحون، الباودر تبع الكعك او الكعك المطحون. انا اليوم عم بحط لها دقيق اللوز او طحين اللوز، لوز مطحون. في سبب معين، لانه في شخص من الاشخاص عندي ما بيقدر ياكل جلوتين، فلذلك انا عم حاول اعمل بديل. بس انتو حطوا دقيق الكعك اللي هو اسمه باسمات. انا حاطه هون تقريبا نص كاسه، عندي 3 معالق زبده، رح احط هلا بس معلقتين. طبعا فيكم تحطوا سمنه، بس انا عم بستعمل اليوم زبده. وهلا بدي اعجنهم كثير منيح مع بعضهم لحتى تتكون عندي عجينه متمازجه ما بين التارتار اللي هي الهبره والبهارات اللي حطيناهم مع السمن وزيت الزيتون. وانا قلت زيت زيتون في سبب، زيت الزيتون دايما مع اللحوم بيلبق اكثر من الزيت النباتي، والسبب انه زيت الزيتون بيطري كثير، وبنفس الوقت وقت اللي بتقليها او بتسلقيها او بتشويها بزيت الزيتون بتضل طريه ما هي جافه، يعني ما بتنشف اللحمه، ما بتصير قاسيه. هيك عم اعجنتها منيح، وهلأ بدي حاول اعملها اقراص. بس قبل ما اعملها اقراص، انا جايبة عندي مقلاية ومقلاية تفال مشان ما تلزق، وراح بخها بزيت. وهلأ راح اشتغل على الاقراص. القرص ما لازم يكون لا كتير كبير ولا صغير، لازم يكون متوسط. وهي الطريقة كتير سهلة، انه انتو فيكم تاخدوا هيك قطعة تعملوها طابة، تحاولوا تكوروها لتصير شكل الطابة، شكل الكرة هيك، وبعدها بتضغطوها بالكف الثاني بهذا الشكل وصارت عندكم قرص. ولهيك اسمها اقراص نعناع، هي عبارة عن لحم ونعناع ونساويهم اقراص. وبالعادة يعني هيك شكلها بيكون المعتاد، انه لازم يكون هيك شكلها مثل الاصابع. هي على نسق الكفتة، بس الكفتة بيكون لحم كباب مع بهارات او جوز او نوع من انواع المكسرات مع بصل. هون لا، هون عم نحط بدون بصل، عم نحط فقط اللحمة الهبرة، وعم بكرر الهبرة لانه هي بتناسب هاي الوصفة. هي وصفة كتير طيبة صراحة. وهلأ مع الصوصات اللي رح نعملها سوا رح تشوفوا قديشة لذيذة وطيبة. بضل بعمل هيك لخلص كل الكمية، عم سويها طابات، برجع بعيد وبعمل بضغطة بالكف الثاني وهيك بتصير قرص. هيك بدي أقليهم. هلأ كيف بدي أقليهم؟ بدي حط شوية زبدة مع رشة زيت زيتون، وهلأ مشوا معي لنروح نقليهم سوا. هلا بدنا نقليهم، بس هدول هاي الهبره بتستوي كثير بسرعه، فما بتكون تجوروا عليها. هاي بدها وقت كثير قليل، يعني بدها 4 دقائق بس كل وش
دقيقتين بس، خليه يحمى شوية الزيت والزبدة يدوبوا مع بعضهم، وبعدين بفرجيكم كيف هينقلوا. هلا حميت الزبدة او السمنة مع الزيت، حميه وانا رح حاول اوزع السمنة على اي شفنا بقلبها. في اوريدي حطينا زبدة، رح تكون كتير طرية بس كمان حتى تضل هيك جوسي ما تصير قاسية. تماما دقيقتين من اول طرف ودقيقتين من ثاني طرف. طبعا بامكاننا انه نحطها بالفرن ونشويها بالفرن، بس انا بفضل هاي الطريقة، بحسها يعني يمكن هي هاي طريقة تقليدية اكثر، بس بحسها هي الطريقة الصح او اللي بتعطيني النتيجة اللي انا بدي اياها. انطر كمان دقيقة وبعدين رح اقلبها. هيك صار تقريبا دقيقة زيادة، اخذت معنا دقيقتين. شوفوا قديش صار لونها حلو، هي استوت من هذا الطرف. هلا عم نقلبها على الطرف الثاني لحتى كمان نصفيها بطريقه صح. لونها هيك بتصير على ذهبي محمر، شكون تشوفوا اللون. الطرف الثاني من راس النعناع صاروا جاهزين. هلا بدي اضيف لهم الصوص تبعهم. الصوص تبعهم لازم ينضاف هون على النار، ما لازم يعني يكون على البارد. فانا رح اضيف سنين ثوم، رح اضيف سنين ثوم هلا هيك بهي الطريقه. كمان رح اضيف بقيه زيت الزيتون اللي هو نحن مو قلنا 4 معالق، ضفناهم بقلب معلقتين بقلب اللحمة، وهالقاي معلقتين التانيات حضيفهم هون على الصوص. بدي ضيف عصير ليمون، بس هالمرة الليمونة بدي اعصرها، بدي الالياف تبعولها يطلعوا، ما بدي بس عصير يعني ليمون المي تبع الليمون، بدي كمان الالياف تطلع وبدي اعصرها بهي الطريقة. خلوا البذرات جوا هيك، خليهم يغلوا مع بعضهم كمان دقيقتين لحتى اللحمة تتشرب هذا الصوص. هذا الصوص اللي ما بعرف اذا مبين، هذا الصوص هو طيب لانه اول شيء اللحمة فرزت خلاصات اللحمة فرزت مع الزبدة مع زيت الزيتون مع الليمون مع الثوم، فصار عنا صوص كتير طيب. هلا رح خليها بس دقيقة واحدة لتتسبك مع بعضهم، وبعدين بدنا نروح نشوف كيف منقدمهم او كيف مناكلهم مع شو بيلبق مع هالأكلة. كتير في عالم بيسألوني هي أكلة بصراحة من المطبخ الحلبي، نوع من انواع المقبلات. ايه لحمة ومقبلات، نحن هيك بحلب. وصلنا لطريقة تقديم الراس نعناع. الراس النعناع صاروا جاهزين مثل ما لنا شايفين هون، وهلا بدنا نشوف كيف منقدمهم. في طريقتين، اما نعملهم بطبق ببليت مشكل، او فينا نعملهم ساندويتش. وعلى كل الاحوال لازم للطريقتين لازم نكون مجهزين حزوز بندورة، مقطعين حزوز بندورة، وكمان مقطعين شريحتين ثلاثة ليمون، ولازم يكون عندنا كمان زيتون وانا مقطعته هذا الزيتون، وفي عنا كمان المخلل، وانا اليوم جايبة الهالبينو، او في بلاد بيقولوا جالبينو وفي بلاد بيقولوا هالبينو، احنا هون عم بيقولوا هالبينو. بالاضافة لورقيات خضراء لاني دايما جسمنا بحاجة كمان كاربس، والكاربس فيها والورقيات فيها فيتامينات فيها كاربس. هلا اول طريقة رح اعملها انه انا رح رتب طبق. الطبق رح يكون بهذا الشكل. اول شيء رح حط شوية خسات، في عندي روكا كمان، هذا الجرجير، رح حط كمان 4 شرحات بندورة،
احط هالبينو هيك كم واحدة ما كتير بيتاكل لانه هو حد، وبالاضافة لزيتونات هيك تمام. هلا بدي احط قرص من اقراص النعناع، او خليها تكون وجبة كاملة فبنحط 3 اقراص هيك، وبضيف عليها الصوص. الصوص يعني احنا بنقول الصوص يعني هذا الصوص، الصوص اللي هو بقلب المقلاية اللي علينا فيها. وهلا للناس اللي كمان بحاجة كاربس فيهم ياخذوا قطعة خبزة مع، وهيك صارت الطبق عنا جاهز تمام. هاد طبق راس نعناع او وجبة فينا نقول له هيك بهالشكل. هلا اذا بدنا نعمل ساندويش خلينا نشوف كيف حنعمل. هلا بقى بدنا نعمل ساندويش. انا جايبة هاي الخبزة وفتحتها، او فيكم تجيبوا اي نوع صمون او اي نوع توست او اي نوع في خبز الحجري، هو اصوله يكون بالخبز الحجري، فهي اكثر شيء شفتها الخبزة قوامها قريب للخبز الحجري اللي هو نحن ما عندنا منه هون. هلا بدي اضيف عليها كمان شوية خسات، رح احط لها خسات من هون، رح احط بندورات 3 بكفي، رح احط شوية زيتونات مع الهالبينو. فيكم طبعا تستعيدوا عن الهالبينو بمخلل خيار كمان طيب. ايه وهلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نضيف الاقراص نعناع بقلبها، وهلا بدي ضيف لها الصوص اللي حكينا عنه اللي هو بقلب المقلاية. وهي سندويشتنا صارت جاهزة، وهيك أطيب سندويشة للأطفال وللكبار وللصغار وكل حدا ممكن يحبها. وألف صحة وألف هنا. إذا حبيتوا الفيديو اللي عملته أو الوصفة اللي عملتها بليز سبسكرايب وفولو وشير وفعلوا زر الجرس. بحبكم كتير، كنت معكم من مطبخ زينة عبود.